ريش هات ما عادش فيا، ريش هات ودي، روحي كبدي، روحي روحي، ما عادش فيا، ما عادش فيا، ما عادش فيا، ما عادش فيا، ولدي ولدي ما نرقدش، لا ناكل لا نرقد لا نشوف، نزيد نشوف بناتي وامهم قاقاق، ما عادش فيا حل، ما عادش فيا. انا يعني ما حشت بشيء، لا حشت بعينه، ما حشت، حشت بصغاري ترجع لي، وليداتي ترجع لي، مال الدنيا، مال الدنيا، ما حشتيش بها. انا حشت بولادي يجوني، ما حشت بشيء، مشني طالبه حتى شيء من الدنيا، طالبه ولادي نحملها مكه ونموت، ما يصيرش، ما حشت بشيء في الدنيا هذه، قد تعبت عليهم برشا، تعبت عليهم برشا، كبت تحرقت عليهم زوز رجال راهم. انا حطيتها، انا بيدي سني حطيتها الحرقه، راني مش والله انت بيدك ولي تخمم بالحرقه، حطيتها انا، قال رانا حاجتنا بوليداتنا، رانا ما حاجتنا بشيء، فركستوا لنا عليهم، شفا فيكم النبي، يعطونا فيزا خلينا نخرجوا واحد، حتى يعاونونا حتى نمشوا نلوجوا وما يصيرش، يعطونا نهملوا كما هملوا ذرينا، ما حاجتنا بشيء. الكل في كل شيء، شباب الكل مشى للحبس، يا الحبس يا طاليا، ما فهم شيء. ينتظر هو ميت، هو بطبيعته ميت، لهنا حي، هو حي، فما عباد حيه لهنا، هنا راهو يخدم لك شهر كامل باش يمشي ياخذ سبيدري والسروير. الحل الوحيد تو يشوفوا فيه العباد هي الحرق، تتنحى الحرقه تو تلقى العباد تو تصب على روحها في الليسانس وقاعده تحرق في بعضها. معناها في السناء انت اللي عنده كلاص ما يدخلش الماء باش يحطه في الماء ويهج بيه، ورس النبي محمد. حي كل مشى. اشتر الحي الكل حرق. وما زالت العباد قادمة على القدام. ما زالت. انت الزوز هذوما كيفاش حرقوا زاده؟ بالكياك؟ هذوما بالكياك مع بعضهم الثلاثة. ثلاثة فرد كياك. ثلاثة فرد كياك. ريشات ما عادش فيا. ريش هات ودي، روحي كبدي، روحي روحي، ما عادش فيا، ما عادش فيا، ما عادش فيا، ما عادش فيا، ولدي ولدي ما نرقدش، لا ناكل لا نرقد لا نشوف، نزيد نشوف بناتي وامهم قاقاق، ما عادش فيا حل، ما عادش فيا. يا رب شوف لي بعين الرحمة، يا رب يا رب شوف لي بعين الرحمة، يا رب يا رب شوف لي بعين الرحمة، يا رب. شعل على اخوه، شعل على اخوه، شعل ودي تم على اخوه، ودي تم على اخوه، بناتي تم على اخوهم، ناي ما عادش فيا، مرا ما عادش فيها، ما عادش ما عادش ما عادش، بعد حياة ولدي ما عادش حاجتي بشيء، بعد حياة ولدي ما عادش حاجتي بشيء، بعد روحي ما عادش حاجتي بشيء، بعد ولدي ما عادش حاجتي بشيء. فقدت الامل على الدنيا كل. يعني حتى اخوه الاخر معناه خرج من القرايه، معناه خرج من القرايه وطفل تم قاعد في التم وعائلتي كل بلاوتي ضربت مراه كانت توزن في 75 كيلو تم طاحت 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 معناها ما 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 لك حياتنا تحت، حياتنا حياتي تحطمت. انا سامحني طولي لاحظتوا فما التجمع لهنا عباره معناها كاين حومه كامله حرقت لهنا، ما ثمت كلها حرقت، كلها حرقت، ثم نتكلم وثم ما تكلمش، نحن هذوما هم ما تكلموش. الاخ الاخبار تنادي ولدي كبدي هذا مشى من الشر، مشى من الهم، مشى من الجينيا، مشى من الفقر، مشى من البطاله، مشى من الوضع الخايب، مشى من ما 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 نجمش نوصف لك. خلينا نوصف لهم انا احنا ساعه، انا نوصف لهم ساعه، احنا في حي الشباب، اسمه حي الشباب، حي الشباب، في حي الشباب، بلا شباب وحرق الشباب، حي اسمه حي الشباب وحرق الشباب، حي محطم الشباب، حي كره الشباب، حي ما فيش وما توصف. ولدك هذا سامحني احكي لي احكي لي عليه. ولدي هذايا معناها ما 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 البطالة، شديت 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 شديت، هجت توا 7 شهور، أنا نمشي في 6 شهور، ولدي ما نعرفش وين، لكن أهل البحر، لا ما نعرفش وين، ما نعرفش وين. أخباره مفقودة لتو؟ أخباره مفقودة، ما لقيتش، ما لقيتش. قداش عمره سامحني؟ 13 مارس 21 سنة. 13 اسمه شو اسمه؟ اسمه مهدي بن بن سلامة. مهدي بن بلقاسم بن سلامة. نحب نسألك أنا، أنت وقت اللي هو باش يحرق أنت في بالك؟ ما علميش، ما علميش،
كان جي عالمي راني نكتف ويموت معايا بالشر ما علميش وما هو هزش حتى دوره. انت عرفت كيفاش حرق؟ كيفاش وصلتك المعلومة؟ جا ولاد الحومة قالوا راه حرق. ولاد الحومة قالوا راه حرق. هو وجوج أولاد. اه ولاد ديالي. اه ولاد جيراني. يعني اللي معاك أنت. إي. مشوفك ال ال في 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 شمبرير. إي كياك ما نعرفش. ولاو يحرقوا في كياك معناها. إي منياش من 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 الخصاصة. ما عندهمش باش يحرقوا. منياش. وصل انسداد الأفق أنهم يحرقوا في كياك، هو كياك معناها نتاع نتاع لعبة عبارة لعبة. تاع موت. رياضة. موت إنسان حارق وحارق روح. حارق وحارق روح. لهالدرجة انعدم الأمل في المنطقة هذه. الله غالب الله غالب ما ثماش ما ثماش ما ثماش. يشكي على خدمة ما ثمش، يشكي على عمل ما ثمش، ما هلا غالب، هلا غالب، نجمو واش باش نقول لك، أنا طالب مع طالب لا مال ولا شيء طالب ولدي، لله في سبيل. سامحني، السلطة ما قلت لكم حتى شيء ما تواصلتوش مع وزارة الخارجية مع مشينا 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 ما ثمش. ها هما المسيار انا نايل لقت في خدمه لك الخبز للذري والمراه هاي معاها مع المراه هذيا ومشوا لوزاره الخارجيه امشوا هكا امشوا هكا مشاو ما ثم ما ثمش حتى لحظه برك. كنا نحكيو مع عم بالقاسم يظهر لي انت ولد ولد عم بالقاسم مشى مع زوز ولاد مع اولادنا زوز ولاد زوز ولاد احنا الاولاد كانوا يقراوا لبس عليهم بالمكتب واحد منهم الوليد هذيا علي نقص فوق الحيط صغير طردوه من المكتب هذا طردوه من هذا يتيم لأم لأبو هذا يتيم لأم لأبو سامحني هذا مش ولدك معنا هذا ما بني طول ثلاث أيام ما خذته طول ثلاث أيام ولدي بالطبيعة وهذا ولد ولدي هذا زاد ولد ولدي مات بوه خليها عمره ست سنين ولا أقل ولد بنتي خليها ولد ست سنين بوه تقدم عليهم أمهم اللي وصلوا 22 21 22 الاثنين هذوما فرد عمر هذا معناه يتيم انت تكفلت برعايته كيفاه كيفاش خرج تعمل قرايه كان يقرا على روحه قلت يقرا يلعب هو الاولاد نقزوا فوق الحيط كان المدير خرجوا من المكتب نهائي طرد نهائي على خاطر نقز خاطر نقز من روحه حاولت حاولت ما لقيت حتى حل معاه هذا زاد كيف كيف ما يقرا اقرا اقرا وخرج ما عنده حتى صنعة تعبان فهمتني يعني كي طرد من المكتب لقى روحه في الشارع في الشارع لا قال روحه عندي في دار لا فهمك فهمك من بعد بخلاف دارك استقبلوا الشارع نهائي نهائي رغم تكفله كنت بيتامه بيتام مش هذوما بركة خمسة عشر عينيك يتام عندهم خواتهم ثلاثة أخرين أقل ما تخدمش والمسيو بربي وراجلك ما تخدمش راجلي متوفى وبنتي راجلها متوفى معناها عائلة بلا دخل عائلة بلا دخل فهمتني مش تحرق الأولاد قعدوا يمدوا في ديهم لأمهم ما تخدم في الديار هاهو هاهو واحد منهم هاهو هذاك اي هذاك هذاك ولدي أنا معاق هذا فرحات فرحات هذا واحد من اللي متكفلة بهم لا ولدي أصلا ولدك معاق أصلي فهمتني أشهد ولا إله إلا محمد رسول الله قاعدين يمدوا في ديهم برا تخدم في الديار شفت عندهم تعطيهم زوز رجال معناها فدوا تيكروا وداروا منا جاوا منا عملوا منا هكا ما ساعدتهم إلا حرق قال لك احنا موت هنا ولا غاديك يا ما نمشوا غاديك انا جيب لي الاولاد كلها شباب اللي واقف جيب لي منهم واحد عنده مدخول ويخدم وقايم بروح ولا بوم يوم تخدم وتعطي بيه باش ياخذ دخان باش ياخذ كسكروت ولا باش يحجم ولا باش يعمل شنيا اللي حل شطر الحي الكل حرق وما زالت العباد قادمة على القدام ما زالت ما زالت انت الزوز هذوما كيفاش حرقوا زاد بالكياك هذوما بالكياك مع بعضهم ثلاثه ثلاثه فرد كياك ثلاثه فرد كياك ثلاثه باهي انا نحب نسالك سؤال نهار ليله اللي باش يحرقوا انت في بالك ولا لا؟ والله العظيم لا في بالنا لا انا ولا هو ما قالوش للديار واش ولدي كان خلينا طردت صغير كان في البحر وماهوش ما معناها اموره واضحه ما خرجش كما الاولاد بثمانيه وبتسعه منين تخرجوا على بهم ربي يا ولدي قال لي الاخر حتى حق وقت دخان ما عندوش معناها ما همشي ما عندهمش الاولاد الاولاد الحومه يرحم والديهم ما فماش يا خويا باش نكذب عليك انتم يزول لي حتى الضوء هاني ريتها ظلمه الدار ما عندكمش حتى انبوب ما عندناش انبوبات ما فماش ما فماش ما
سمعني شو اسمه بلاي عودي عودي النهج هذايا تو اللي احنا فيها المنطقه شو اسمها بالضبط؟ نهج البانيا حي شباب حي البطاله حي المهمشين حي الفقراء حي الشمارات حي المتعبين حي المزمرين حي شو نقول لك؟ مو توا محيين يمشي ولادنا انت توا عندهم قلت لي اربع شهر ولا اربع شهر هكا ست شهر ست شهر مفقودين به انتم مشيتوا اكيد اتصلتوا بالسولات المعنيه الخارجيه الحدود ولا جانب اقليبيا الغواصات بنزرت ما خليناش بلاصه وما دقناش اللي هذا ما اعطونا حتى لحد اللي شنو كان الرد بصراحه تو نشوفوا لكم هاتوا تصوروا تو نشوفوا لكم تو نشوفوا لكم هذاك هو الرد مره هز التليفون الخارجيه قالوا لي بالله الاولاد ظهروا ولا لا قلتوا انتم يعني الخارجيه تكلم فيك تسال اللي انت مشيت تشكيلها هي تسال فيك ظهروا ولا لا قلت لها انا خلينا نسالوكم ولا تسالنا نسالوكم ولا تسالنا مره هكا هو من وقتها فات التليفونات ما عادش طلبت حتى واحد نحن خرجنا المرة الأولى راه فما ثلاثة من أنا وزوز ولاد صحابي خرجنا المرة الأولى ومن بعد هما خرجوا من بعد نحن هذه نحن الشباب لاباس راه نحن من قبل معروفة معناها الشباب يطيح ويقوم قدرة ربي خارجين منها البلاد خاطر تقول يسمع يقول لك كاياك أخي تو نورمال يعني في كاياك شومبرير يبدا شومبرير سانتي على الماء موجة أنت عندك 90% موت إيه ولكن يعني في مخك سامحني هذيك واحد حارق بشومبرير يعني شنو كنت تنتظر ينتظر هو ميت هو بطبيعته ميت لهنا حي هو حي فما عباد حية لهنا هنا راهو يخدم لك شهر كامل باش يمشي ياخو سبيدري وسروير راه يحسب لك راهو العابد يقول لك أنا كيفاه باش نعرس كيفاه باش نبني دار نمشي نخدم غاديك أنا نهار ب 50 اورو خير من نبقى لهني انا درجة عن عدم الامل فم شيء لهني ما فماش فجيب لي طفل صغير قول له انت شنو طموحك يقول لك نحب عندي ولد خالتي عمره 7 سنين يحب يحرق يعني. فماش ما فما حد شيء بالرأس الحل الوحيد تو يشوفوا فيه العباد هي الحرق تتنحى الحرقه تو تلقى العباد تو تصب على روحها في الليسانس وقاعده تحرق في بعض اما نحن يعني حرقه يصب ليسانس على روحه صب على روحه ليسانس علاش عايش هو ميت علاش عايش فهمني فما انت تري في حاجه متطوره بيا فما حد شيء شناي الفلوس خذتها الصحاح قعدنا نحن الشباب الدولة تقول لك اصبروا معانا تو نريقلوا الامور الدولة قالتها الخالي عندي خالي عمره 300 وقفة يبكي قال لي كان نلقى حرقة تو نحرق مرتي وذرية الدولة انا كي نجيب راجل كبير يحكي لي على التاريخ باش نستنى تاريخي مع قيس سعيد انا يفستح بالرسمي انا هاني حرقت ريت برشا عائلات غاديك راجل وامه راجل وامه وثلاثه ذري صغار جايبهم ولاده معناها ما قان تربيه انت تو ولاد حومتك ومفقودين وتو سامحني هذوما كانوا يعني بالنسبه لي انا يمثلون لك عبره والا لا هذه ليه شنايف معناها اللي عندهم ست شهور مفقودين يعني لا نعرفهم لحيين لا ميتين وما مثلوكش عبره معناها في السنة انت اللي عنده قلص ما يدخلش الماء باش يحطه في الماء ويهج بيه ورسني بمحمد ورسني بمحمد فما نساء باش يبيعوا ديارهم وباش يقلبوا ما عادش فما بيع العيشه لهنايا من غير ما تحكي عليها انا حاله شير اي احنا كي حرقنا قايس سعيد قال رجعوا لي ذريه ذريه يا خويا شوفهم ذريك وينهم تو هم ثلاثه احنا من ناس توانسه امهم مشت وين تحب انت قنصليه زيد ذكر بساميهم زيد ذكر بسامي مهدي وائل وامين مهدي شنو مهدي بن سلامه وائل وامين وائل العسكري خويا هذاما بالرسمي جونا في وجوههم كل يوم فجاه واحد فقدهم عطينا نسمعوا اخبار خويا راكم تقتلوا حتى والديهم قتلتوهم بالعرق بالعرق يعني يظل انت حتى الجلاس يظل يتسنى في السيب باش تحرق يا ولدي هذيك ما تحكيش عليها الحرقه ما تحكيش عليها اما نحكي لك معني على قيس سعيد شوف معني توانا كي نخزر كي ثلاثه من الناس امهم دارت الدوله الكل باش تشوف اولادها تحب تعرف اولادها وين مبعثينها في سبع شهور اللي انا نحبك تجاوب الناس اللي فما ناس لابس عليها هي وتتفرج ويديها في الثلج ماهيش في النار ايش بس يقول لك لا يقول لك يا خويا هاكا صغير يا خويا تنجم تخدم يا اخي فما خدم يعني انا نخدمه باش نلبسه صح
يعني نخدموا باش نلبسوا نحن، نخدموا باش نعيشوا، تحبنا نعيشوا، نخدموا باش نلبسوا نحن. ما تحكيش على امي كما جاتش واحد والديه ولا بوه. بدي واحد هذه نحينا من العيشه، نحن طالبين الحل الوحيد. انا واحد من الناس شنو طالب، انا نحكي معاك للصباح ونفهمك، معني عارفين اللي بلاد هذيا راهي صفر، ما عندها وين توصل. بلاد هذه بصفتنا نحن الشباب اللي جاي جيل تو وجيل من 18 وجيت حتى معناها سامحني انا كان نتجرأ ونسالك سؤال نقول لك شنو طموحك عباره سبيتك. طموحي فماش طموح، انا كاني سبيتك نقول لك فماش طموح، لاني قاعدين عايشين برحمه ربي، لين يرحمنا ربي ونوصلوا غاديك. كي نوصلوا غاديك سي فهمتني وقت باكي باه خارج تونس فما طموح، اما في تونس ما فماش. انت بيدك زادت تحمل نفس الفكره؟ ما فماش شنو المعيش. ما تقولي زادة كان تلقى حرقه تحرق كلها تمشي، فما واحد باش يبقى فيها لتونس. انت زادة واحد عنده باش يخلص كري مي ضو باش يصرف على الذري، ما خالطين على حد شيء. وشنو هي هالحي هذا نفس المشاكل هي بيدها كل شيء، الكل في كل شيء، شباب الكل مشي للحبس، يا الحبس يا طاليا، ما فهم شيء. دمروهم كان في الحبوسات، تمشي تطل في الحبوسات ولا في ايطاليا، ما فهم شيء. ها تلقي عمره 40 سنه مش معرس، منيش من الفقر والهم تاع تونس. جاي الباجي جاي سعيد كي يجي حتى اللي بعده، ما فهم شيء في تونس. ممسوح بالقوم ماشي حتى تربي مال مفسخه جمله، فوينو الامل؟ المواقع الضوء تجي في المليون وفي 700 وفي 800 ويني؟ شوف في الدار الشعبيه هذه تجي في مليون؟ توا اقل وحده سالتها تقول لك 300 دينار. تخلص الماء والضوء فاش تخلص؟ هي تخلص في مليون؟ ما فماش، الكل هكاك، الكل 30 سنه مش معرس، منيش زعم 40 سنه مش معرس. من الفقر نتاع تونس باش يعرف باش ينجم يقوم بها؟ باش يقوم بالذري؟ ثلاث سنين اخرين وتونس هذايا تذكرت وقت اللي قال وقتها تونس برا امشي يا قيس سعد قدها خرشف ولا بطاطا، ثلاث سنين اخرين وباش تتم بالرسمي، باش يبقى قيس سعيد ومرته تسقي في تونس في ورسني بمحام. انا واحد من الناس وكل العباد الكل يعني كان توصل غاديك واحد من الناس يحل الكامطه ويسب العباد ورسني بالرؤاسي على بعضها. اخوينا احنا ما طالبين حد شيء، لا قلت له عاوني ولا حد شيء، بدايه والحمد لله يا ربي واحد عطينا نشوفه نحن اخواتنا وين. عاوننا في حتى قدام ربي تلقيه، قدام صغارك تلقيه، حتى كان عندك طفل ولا تلقيه في صحتك عاوننا. وشوف انا صدمتني الام كي قالت وزاره الخارجيه تكلم فينا عندكم شخبار، يعني هي مشات تشكل وزاره الخارجيه. يا اخي وزاره الخارجيه ولا تسال فيها فماش حاجه جديده؟ ما فما حتى خبر، يمشي غاديك بكلمتين وزارات الكل داروهم اليوم شو لهم داروهم هذه بكلمتين، ريت بكلمتين تمشي امه مثلا تبدا تعبه. انا هاي ام مهدي انا نلقاها على الصباح مسكينه تيجي بتصويره ولدها، قالت لي ماشي واليوم تغد نلقاها مسكينه. ها ودي ما ام راهي كبدتها يا معلم، كبدتها بالرسمي يعني حتى اللي بتشري بيه خبزه تركب بيه في النقل. راهو قاعدين تقتلوا فين؟ والله ربي ما الاولاد مشوا ثلاثه، ولديهم ما مشوا ثلاثه اولاد، ما فماش ريحه، ولديهم قاعدين يموتوا بالعرق راه. وانت تو جيت تصور في نهار، اما نحن عايشين معاهم ونعرفوهم راه ستة شهور ولا قدام عندهمش ريحتهم، راهو يعلم بهم ربي. انت والديهم كيف راه والله يعلم بهم ربي. واو قدامك هذه ام زاد ام انا وليت الزوز كبتي تحركت عليهم عمري كامل بعتوا عليهم. وراجلك متوفي 26 سنه، خلين 26 سنه عمري عليها، متعبت عليها وخدمت عليهم كل شيء، مش ميدوش يديهم حتى واحد، هي وغدروني مشي هي وغدروني. روحك وحدك ما لقيت حتى شكون يساند معايا؟ خدارنا خويتي وفمي تراجلي تعبت وحدي، انا ما حشتش بشيء، لا حشتش بعينه، ما حشتش بصغاري ترجع لي، وليداتي ترجع لي، مال الدنيا ما حشتش بها. انا حشتش بوليتي يجوني، ما حشتش بشيء، مشني طالبه حتى شيء من الدنيا، طالبه ولادي نحملها مكه ونموت ما يصيرش. ما حاجتش بشيء في الدنيا هذه، قد تعبت عليهم برشا كبتي تحرقت عليهم زوز رجال راهم. انا حطتها، انا بيدي سنة حطتها الحرقه، راني مش والله تي بيدك ولي تخمم بالحرقه حطتها. انا حب نمشي نشوف ولادي بيديا،
ميسج خليك كني البحر وانت كني تركتو هما انا ماشيه انا سني راني ماشي وليداتنا بركه قال رانا حاجتنا بوليداتنا رانا ما حاجتنا بشيء فركستوا لنا عليهم شففوكم النبي يعطونا فيزا خلينا نخرجوا واحد حتى عاونونا حتى نمشوا نلوجوا ما يصيرش نهملوا كما هملوا ذرينا ما حاجتنا بشيء كل يوم كي انت بربي سنة تشهر يومين هكا يومين ونحن في الثنايا ماشيين جايين ماشيين لم نحتانا صرف من عدل ماشيين هو اللي يموت له مية أو كي يهز زنازة يتبن ويرتاح انتم كل يوم زنازة كل يوم هكا كل يوم هكا كل يوم ماشيين جايين لم نحتانا صرف من عدل يا سيد الرئيس يرحم والديك تخدم وخدم وبالواقع تخدم كما انظرت للبلاد برحمة انظر للعائلات برحمة يا سيد الرئيس لا طالب فلوس ولا طالب يعانى طالب الشباب هذايا رجعهم لنا يا سيد الرئيس رم حتى انت يخصوك وعندك الكبدة شوف العائلات هذوما ست شهر شنية عانوا راهو لا ماكلة لا شراب لا نوم والواحد ضايع عليه كبدته يا سيد الرئيس يرحم والدين والديك يرحم والدين والديك انظر للشباب شني حوال ام وشني حوال بي وشني حوال العذاب لله في سبيل الله عاوننا وعلاقتك طيبة مع طال يا سيد الرئيس وشوفوا فيك عالتلفزيون قاعد تخدم وتخدم ومجاهد ويرحم والديك انظر بنظرة الرحمة على العائلات هذوما وشكرا.